طالب مشاغب هو شيء سلبي، خلينا نقول هذا الشيء اللي أغلب الناس متفق عليه، بس في حالتي هو كان شيء كتير إيجابي. هلأ رح تسألوني إنه ليش؟ لأنه الطالبة المشاغبة اللي قررت بيوم من الأيام ترسم لرفقاتها الشيء المطلوب منهم في سبيل يكتبوا لها وظائفة، اكتشفت من قبيلة صدفة موهبتها وميولها. طبعا مثل أي حدا بلش بجديد، اشتغلت وتعبت على حالي لقدرت أوصل لهالنتيجة اللي شايفينها هلأ. وبالنسبة لمرحلتي التعليمية، فأنا بلشت بالأنمي بالثانوية وبعدها بمعهد الفنون التطبيقية والتشكيلية بالحسكة، وبدايتي كانت هنيك مع الطبيعة الصامتة والتظليل والنحت والأشغال اليدوية وكتير شغلات من هدول. فيني أقول بعد ما تخرجت ما وصلت للشي اللي كان بدي إياه، فلهيك قررت وكمل باللي بديته، توجهت لجامعة رجافة كلية الفنون الجميلة، وهنيك فيني أقول حققت فيه الإنجاز الأكبر بحياتي من هاي الناحية، ومن خلال الشيء اللي رسمته اللي هلا عم تشوفوه حاليا قدامكم. بصراحة أنا كان حلمي من الأول من البداية إنه أرسم لوحة زيتية، طبعا بالمعهد ما صح لي إنه أرسمها. بعد ما دخلت على كلية الفنون بجامعة رجافة رسمت من بدال لوحة 15 لوحة زيتية، شاركت كتير معارض، ثلاث معارض هون بالقامشلة، وكان في عندي معارض إلكترونية ودولية كنت عم شارك معهم. هون شاركت بمعرض أربع لوحات، ومعرض كان للمرأة كمان يمكن خمس لوحات كانوا، ومعرض التخرج كان تسع لوحات. صراحة حابة غير نظرة المجتمع للفن، ونعامل الفن مثل أي مادة بالكون، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وقد ما تعمقنا بالفن رح نكتشف أشياء جديدة كتير مثل الرياضيات، وهو كمان بحر ما له نهاية. وبصراحة مو كل شخص بيطلع فنان، ولازم المجتمع يعطي شوية دعم وتقدير لهالفنانين كرمال إنه الفن كمان رسالة بتوصل للمجتمع. وأخيرا بقول لكل حدا بيحب الفن، إضافة للموهبة الإصرار والاستمرار، بين قوسين خلينا نقول العمل هو أساس نجاحك مش تاني.